حال التعليم في مصر بنهتم بيه، تعالوا نشوف هذا التقرير أيضا بحثا عن حلول محاولة إعادة الاعتبار لمدارسنا، محاولة إنقاذها بكل السبل والوسائل. مهازل وكوارث تعليمية شئنا أم أبينا باتت واقعا نراه يوميا ونحاول رصده لاستكشاف الخلل والبحث عن علاجه. الظاهرة دي موجودة يا فندم نتيجة إن الطلبة بتخرج قبل ميعاد المدرسة زي ما أنت شايفة كده. مشكلة إن مفيش نظام من مدير المدارس. العيال بيجوا بالشباشب ومن غير لبس المدرسة ومفيش تعليم، مفيش مدرس يقول لا ما تجيش بلبس المدرسة. بيسيبوا العيال بيجوا بترنجات وشباشب بلاش زي معين. طلبة بتنط من حضرتك من السور وده بيبقى عدم اهتمام من المدرسين ومدير المدارس. يعني انا ولي امر اجي الاقي العيال ماسكه ببعضها هنا في المدارس ولا اعرف ابني فوقهم فين. لا ما ينفعش كده، قله الادب اللي انت شايفاها دي، الزق اللي امالين يتزقوا والحاجات اللي بتحصل. تسيب على جميع الاصعده بدءا من الزي المدرسي مرورا بفقدان السيطره على سلوك الطلاب وحتى التحرش والمضايقات امام مدارس الفتيات. الباب مفتوح ما بيتقفلش، يعني اللي عايز يخرج مثلا في الفسحه في اي وقت بيخرج، ما حدش بيكلمه. في ولاد بيجوا المبنى على قدام مدرسه البنات. انت رايح المدرسه دلوقتي؟ طب هو ده لبس نعم؟ لا بصراحه انا بلبس لبس كل يوم، بس ايه لسه بس ايه بتغسل. يعني انت بتيجي كل يوم بلبس؟ اه طبعا. انت ازاي هيدخلوك المدرسه بلبس كده غير زي المدرسه؟ انا بقول لهم حرمت ان انا ايه؟ بقول لهم النهارده القميص بتاعي اتغسل، بس انا ايه رايح البس ده احتياطي. نط من وقع قاعد. لا مش خايف تقع؟ خايف. احنا دلوقتي يا مس المدرسه بتاعتنا ما فيهاش مدير، والمدير بتاعنا معينين مدير هو اصلا استاذ مستر مستر هو اصلا مستر، فبيسيب الاداره وبياخد حصص، وفي عيال يا مس بينط لنا من على السور وبيقعدوا يضربوا فينا، وفي عيال من عندنا بيقعدوا يضربوا بعض. كتير جدا مش منظمين وعلى طول مأملين في نفسهم ومش عارفين حاجة أصلا في الدراسة، وبيجوا وما نعرفش بيطلعوا ازاي في سنة خمسة أو في سنة ستة أو كده. مستر ما بيخشش يشرح اللي بيعمله، عشان لو حد جه بيكتب لنا على السبورة ويمشي، غير كده ما حدش بيشرح أصلا. إيه؟ وبينط فينا عيال، أنت لو شفتي في عيال بتنط على السور، ما حدش بيسأل، ما حدش بيسأل أصلا. لن نتقدم للأمام بدون التعليم وبدون إعادة الاعتبار لمدارسنا اللي بتشكل وعي التلاميذ والنشء، لكن للأسف الشديد تحولت للمهزلة اللي بنتابعها معاكم يوميا. وطبعا ده تراكمات سنوات، يعني محتاجين نصلحه، بس هي قضية مصرية.